السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. معاكم مصطفى سعدي، تكنيكال كونسلتنت وخبرة أكتر من 10 سنين في مجال تطوير البرامج وألعاب الموبايل وتطبيقات الويب. طيب، النهاردة جايين نجاوب على سؤال كان اتبعت لي على بخصوص لغة برمجة سي بلس بلس، وهو يعني ايه جي يو اي. طيب، انا قلت اتكلم عن فكرة الجي يو اي في البرمجة عموما، في لغات البرمجة عموما. طيب، جي يو اي دي عموما هي اختصار لكلمة او لثلاث كلمات هيوضحوا لنا المعنى بتاع كلمة جي يو اي. الاختصار ببساطة هو جرافيكال يوزر انترفيس، هو واخد كل حرف، الحرف الاول من كل كلمة في الثلاث كلمات بتاع جرافيكال يوزر انترفيس، ودي الترجمة الحرفية ليها هي واجهة المستخدم الرسومية. طب يا عم معناه ايه الكلام ده؟ انت عمال ترغي وبتقول حاجة انا مش فاهمين يعني. ببساطة شديدة الجي اي هو الواجهة اللي بيشوفها المستخدم. زمان قوي واحنا بنكتب برمجة كنا بنكتب، انا طبعا مش قصدي زمان عليا، انا لسه يعني لسه صغير يعني، ولكن كان المبرمجين بيكتبوا البرامج دي بترن او بتشتغل في اللي هي الشاشة السوداء. عارف لما تيجي يقولك مثلا بتسطب كراك مثلا لبرنامج او كراك للعبة، وتيجي تفتح يفتح لك الشاشة السوداء. الشاشة السوداء دي كانت الواجهة اصلا بتاعت الكمبيوتر، فكانت البرامج كلها، وعلى فكرة ستيل في لسه برامج، يعني انا في برامج بستخدمها، برامج ملهاش واجهة رسومية، ملهاش زراير. لسه هنتكلم بالتفصيل. برامج بتشتغل في الشاشة السوداء دي، هو بيطلب منك تدخل مثلا حاجة عشان يعمل لك وظيفة معينة، يقول لك دخل رقم واحد عشان تعمل كذا، دخل رقم اتنين عشان تعمل كذا. ده كان زمان، لحد ما ابتكروا حاجة تكون مناسبة شوية للمستخدم، وهي الجرافيكال يوزر انترفيس او الجي او اي، وهي بتمثل طريقة التفاعل بتاعة المستخدم مع الكمبيوتر او مع التطبيق اللي انت بتبنيه، عن طريق شوية عناصر مهمة جدا في جي اي، وهي الزراير، النوافذ، الايقونات، والقوائم، و الانبوس او اللي هي الاماكن اللي بنكتب فيها اوامر نصية مثلا. الفكرة كانت من الواجهة الرسومية ان هي تخلي الموضوع سهل وبسيط وتفاعلي اكثر مع المستخدم. طيب، ايه العناصر المهمة اللي بتكون الجي او اي في اي لغة برمجة؟ اول حاجة هي النوافذ او الويندوز. الويندوز ده اللي هو نظام تشغيل ويندوز، هو فكرة ان انت بيكون عندك نافذة اللي هي الشاشة دي، عبارة عن مساحات كده بتحط فيها شوية محتويات، يعني ممكن يبقى عندك اكتر من ويندو جوه بعض. طيب، عندك كمان الازرار. الازرار دي اهم حاجة، او البوتونز بيسموها بوتونز. الازرار البوتونز دي مهمة جدا، لان هي بتمثل تفاعل المستخدم مع الـ الشاشة او التطبيق نفسه، لان هو زرار بيدوس عليه مثلا بيعمل حاجة معينة، زرار بيدوس عليه بيخرج من الابليكيشن، زرار بيدوس عليه بيداونلود حاجة، فده عنصر مهم. عنصر اخر وهو المينيوز او القوائم. القوائم دي برضو بتسهل على ان انت ممكن تحط اكتر من امر في قائمة الراجل يدوس عليها فتفتح له القائمة دي، فيعني بدل ما يبقوا مثلا اكتر من زرار في الشاشة فتلمهم في قائمة. طيب، الايقونات. الايقونات دي رموز بتوضح يعني وبتساعد على توضيح الزرار ده بيعمل ايه، المنيو دي بتعمل ايه. طيب، حاجة كمان اللي هي الديالوج بوكسز، اللي هي بتساعد على ان مثلا تاخد تأكيد من المستخدم. في زرار مثلا بيدوس عليه بيعمل حذف، فالحذف ده ممكن زرار ده يدوس عليه بالغلط، وارد جدا، فلازم يبقى في ديالوج بوكس بيأكد، يقول له انت عايز بالفعل ان انت تمسح الحاجة دي ولا لا. دي اهم العناصر اللي انت ممكن تواجهها في معظم لغات البرمجة في الجي او اي بتاعها. مش كل البرامج او مش كل لغات البرمجة بتدعم الجي او اي بشكل يعني نيتف، او يعني هي اول ما تسطبها هتشتغل معاك جي او اي، لان مش كلها اصلا كانت متصممة ان هي تخدم المستخدم بشكل مباشر ويكون ليها واجهة. ففي مثلا
لغات زي لغة مثلا الجافا سكريبت. الجافا سكريبت دي لغة مش تفاعلية، يعني لغة مش قصدي آسف مش يعني مش هي اللي بترسم لك الجي اي بتاع الابليكيشن بتاعك. طبعا انت ممكن تتلاعب وتقعد تاد بوتون بالجافا سكريبت، بس مش دي الوظيفة اللي هي يعني اتعملت عشانها. الوظيفة اللي اتعملت عشانها ان هي تاخد الجي اي اللي جاي من ال HTML وال CSS اللي انت بترسمهم للمستخدم عشان يشوفهم، وتتفاعل معاهم بقى، تساعد ان تخلي مثلا لما يدوس على الزر ده يعمل حاجة معينة، لما تعمل حاجة يحصل حاجة معينة. فدي الجافا سكريبت بالنسبة مثلا لواجهات الويب. عندك مثلا في لغة برمجة الجافا عندك حاجتين مشهورين زي سوينج وجافا اف اكس. السوينج ده قديم شوية بس لسه بيستخدم، دي مكتبة بتقدر انت تستخدمها مع الجافا، تخليك تكتب بالجافا حاجات ليها واجهة مستخدم، برامج ليها واجهة. وكذلك طبعا الجافا اف اكس افضلها يعني افضلهم. طيب عندك مثلا لغة برمجة زي السي شارب. السي شارب اشهر حاجة ليها هي الويندوز فورمز، دي من زمان جدا يعني، طبعا طلعت مع ويندوز يعني. وعندك حاجة كمان اللي هي الدبليو بي اف، دي بتستخدم لانشاء واجهات مستخدم تشتغل على ويندوز سي شارب. عندك بالنسبة للبايثون في كذا مكتبة برضو، البايثون دي زي يعني لغة انتربريتد برضو زي الجافا سكريبت كده، فهي ملهاش واجهة، انت بتكتب والكود بيتنفس قدام عينيك وخلاص. لكن انت لو عايز تضيف واجهة بقى ويبقى الابليكيشن بتاعك ليه واجهة، هتستخدم مثلا حاجة زي تي كي انتر، او مثلا او باي كيو تي مثلا، او كي في. تمام، في اكتر من لايبر تقدر تستخدمها. انا طبعا بفضل نوعا ما يعني بالترتيب تي كاونتر وباي كيو تي. طيب دي معظم يعني لغات البرمجه اللي انا قدرت يعني احاول احصرها لكم يعني. فالشاهد ان اي لغه برمجه تقدر ان انت تطور فيها جي يو اي، يكون الابليكيشن بتاعك ليه واجهه معروفه. ولكن معظم لغات البرمجه بتوفر لك الحد الادنى اللي هو بتاع ان انت تتعامل مع الكوماند لاين، يعني تخلي الابلكيشن بتاعك يشتغل عن طريق اللي هي الشاشه. انا بستخدم طبعا مصطلح الشاشه السوداء ده مجازا، ولكن بس عشان الناس تفهمني يعني. عندك برضو في حاجات بيبقى هي نازله اصلا جواها جي او اي، زي مثلا الجافا اللي هي الاندرويد جافا اللي انت بتطور بيها للاندرويد، بيكون جواه حاجات اصلا يعني، اصل انت بتطور ابلكيشن فلازم هو يعني الابلكيشن لازم يكون ليه يو اي، ما فيش شاشه سوداء والكلام ده. فبيبقى نازله بقى الفيرجن اللي هي الجافا بتاعت الاندرويد، او خلينا نقول الاندرويد يعني، والكوتلين بيبقوا بيتعاملوا مع واجهات مستخدم. برضو عندك زي مثلا السويفت والسويفت يو اي بتوع الاي او اس. عندك زي الكترون. الكترون دي بتعمل فكرة عظيمة جدا، ان انت اصلا بتكتب ويب، والويب ده بتيجي تعمله بيلد بيشتغل على نفس شكله على الديسك توب كويندوز ابلكيشن او لينكس، هي كروس بلاتفورم فبتشتغل لينكس واي او اس وبتشتغل ماك او اس برضو، وبتشتغل على ويندوز. فاتمنى يعني يكون وضحت الموضوع بشكل مبسط. لو حد عنده اي اسئلة ريت تكتبها في التعليقات. لحد ما اشوفكم فيديو جديد او حلقة جديدة، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.